محمد صلاح وهوبا الله الله. السلام عليكم. محمد صلاح شاب عادي زي اي حد فينا، كان عنده حلم عاوز يوصل ليه، وبالرغم من الظروف الصعبة المحيطة بيه قدر يوصل للي هو عاوزه. يلا بينا نعرف حكايته. انا محمد اسامة معاكم في النواة. عيلته عادية من بسيون محافظة الغربية، ظروفها المادية على قدها حبتين، علشان كده دخل معهد اللاسلكي، ومن حبه وعشقه للكورة مرضاش يدخل ثانوية عامة في بسيون، وقرر انه هيفضل في القاهرة ويلعب مع ناشئين مقاولين العرب. ومن هنا بدأت الحكاية. كان طموحه عالي وبيتخطى كل حاجة كانت بتقف قدامه. لعب مع الفريق الأول للمقاولين وأبدع بأمانة. جات له فرصة الاحتراف مع نادي بازل السويسري، عمل فيه موسمين ناجحين. الموسم الأول قدروا إنهم يصعدوا النص نهائي الدوري الأوروبي وكسبوا الدوري وخسروا في مباراة الكاس. والموسم الثاني تألق صلاح مع الفريق وشارك في دوري أبطال أوروبا بأداء خرافي. جات له بعدها عروض كتير وانتقل لنادي تشيلسي الإنجليزي. صلاح ما قدرش يظهر وسط الأسماء الكبيرة والنجوم اللي حواليه. في الموسم الأول ما لعبش غير 11 مباراة، سجل فيهم هدفين بس. وفي الموسم الثاني لعب 8 مباريات ما سجلش فيهم ولا هدف. قرر انه ينتقل لنادي فيورنتينا الايطالي على سبيل الاعاره، لعب فيها 26 مباراه وسجل 9 اهداف، وقدر يتكيف مع الصعوبات اللي واجهته في الدوري الايطالي. وبعد الاداء المتميز اللي قدمه انتقل بعدها لنادي روما الايطالي على سبيل الاعاره، وقضى فيها موسمين فرقوا معاه كتير قوي في مشواره. لعب فيها 83 مباراه وسجل 33 هدف، واختاروه احسن لاعب في مسابقة الدوري الايطالي. انتقل بعدها ليفربول مقابل 42 مليون يورو، ودي كانت اغلى صفقة في تاريخ نادي ليفربول في الوقت ده، والصفقة دي خلت محمد صلاح اغلى لاعب افريقي واغلى لاعب عربي في تاريخ كرة القدم، وتألق مع ليفربول في منافسات الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا، وتصدر قائمة الهدافين في الدوري الانجليزي، وحقق كم رقم قياسي وجوائز كتير كده هسيب لك الروابط في الوصف. ولما وصل منساش اهله وناسه، بالعكس بيساعدهم بكل اللي يقدر عليه وما بيبخلش عليهم في اي حاجة، وعمل اعلان مجاني تحت اشراف صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي المصري لتوعية الشباب من خطورة المخدرات عليهم. وصلاح مستمر في الاداء المتميز بتاعه سواء مع ليفربول ولا مع المنتخب. ربنا يوفقه لكل خير، وان شاء الله نحقق كلنا احلامنا ونقدر نوصل للي احنا بنتمناه. وما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتشارك الفيديو لو عجبك علشان يستفاد غيرك، ونشوفكم على خير في نواة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.